انت وانت بتلعب كده، مين اول واحد شافك وقال لك تعالى انت هتبقى لعيب كوره كويس؟ والله صديق الله يرحمه اسمه جمال سالم، وانا بلعب كره شراب، قال لي انت هتلعب في نادي كبير. وطبعا انا الكلام كان بالنسبه لي يعني، وكان سنك كام سنه ساعتها؟ كان عندي حوالي 12 سنه. 12 سنه. هو شاف فيك الكلام ده؟ قال لي كده، قال لي انت هتلعب في نادي كبير. وبعدين ما بالنسبه لي الكلام يعني كبير خلاص. واحد بيعاوز يجيب لك بكلمتين وبتاع الكلام ده، وانت خدتهم كده وعدوا. وده حصل فعلا الله يرحمه ويحسن اليه، ده حصل ان انا رحت نادي كبير وهو النادي الاهلي. بعد ما لعبت في الشارع، مين اللي خدك لعبك في مركز شباب او في اي نادي من الانديه؟ لا يا كابتن، ده بقول لك انا اتعذبت. طب ما تحكي لنا، طب احكي لنا العذاب اللي انت اتعذبته. لا بقى بص يا كابتن، احنا كل صيف احنا في ايام الدراسه عايزين نلعب كوره. كنت شاطر في الدراسه الاول ولا لا؟ يعني ما بين وما بين ربع ربع. ما بين يعني فوق المتوسط شويه. طيب كويس. لان ما كنتش بذاكر كتير. بس كنت ذكي يعني. بس ما كنتش بذاكر كتير للامانه يعني. طيب. فالفتره الصيف تيجي بقى بعد الامتحانات عايزين نلعب كوره. ففتره الاختبارات في الانديه تبتدي. فنلف على انديه مصر كلها بقى. كلها لفيت على انديه مصر كلها؟ كلها يا كابتن. كان معانا بقى الكعب داير. الكعب داير. كان معايا زمايلي اللي هم في الحته، هم اطول مني واكبر مني، فنروح مثلا رحنا نادي مثلا على سبيل المثال نادي الاهلي. ده اول مره. اول مره تحضر اختبارات في النادي الاهلي؟ ما حضرتش اختبارات انا. امال ايه بقى؟ انا بقول لك اتعذبت يا كابتن. انا حصل لا يعني انت اول مره رحت اختبارات انديه كان نادي ايه؟ الاهلي؟ كان الاول نادي بلاستيك المقاولين. المقاولين كان بيختبر في نادي الجزيره. في مركز شباب الجزيره مع الكابتن محمد عثمان. ايوه. فروحنا احنا اللي هم ولود حته واحده يعني. كم واحد تقريبا؟ كم واحد كده عشان نلعب. بالنسبه لنا ان الاختبار نلعب شويه ربع ساعه حتى لو ما اتخدناش. فكانوا ياخدونا انا وما ياخدوش زمايلي. يعني ياخدونا انا وما ياخدوش زمايلي. فطبعا ما بنروحش. طبعا واحد بس اللي اتاخد. فنروح مثلا على البلاستيك ياخدونا انا وما ياخدوش زمايلي. فروحنا على النادي الاهلي. والترسانه كذلك يعني اصحابك اللي هم العقبه بتاعتك يعني. انا بقى مرتبط بزمايلي، انا مش عايز العب كوره عشان الكوره دلوقتي، انا عايز كلنا مع بعض ولود حته واحده وكده وجيل واحد وكده. فكانوا ياخدوني انا وانا اقصر واحد فيهم. وهم يقولوا لهم لا انتوا مش موجودين فما بروحش، لازم ابقى مع زمايلي. لغايه ما رحنا النادي الاهلي جينا نخش من على الباب اختاروا الجماعه الطوال. طب انا معاهم انا. لا ارجع معاهم في الاتوبيس. ارجع انت. طب اختبروني شوفوني احسن من دول. لا 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 ارجع انت. كان عندي حوالي 13 سنة. 13 سنة. هم دخلوا طبعا قالوا ورجعوا كالعادة. خدتوا بعض ومشيت. كلهم فخدنا بعضنا ومشينا. رحت على فين؟ رحت بعد كده كان معايا زميل اسمه إيهاب دسوقي بيلعب في نادي إسكو. فأنا كنت شايف إن أحسن منه في المدرسة. فيقول لي أنا كابتن نادي إسكو. فأقول له طب يا ابني أنا أحسن منك وبتاع، إزاي أنت بتلعب في إسكو أنا ما بلعبش وكده؟ طب خدني وديني وأنا أختبر. المهم خدني وداني نادي إسكو اختبارات. فالمدرب شافني كده قال له أقف جول. لقيته اوف جول؟ شافني. حتى انت مش طويل مثلا؟ انا طويل ولا انا مثلا وحش؟ مفيش حاجه. قال لي لو اوف جول يعني ما انت المهم تكملت عدد يعني؟ لبسنا تكملت عدد. لبست قميص يا كابتن مصطفى وخدت وقفت في الجول كده شويه زهقان بقى بفكر. فخدت الكوره من الجول لجول رقصت الاربعه، كنا بنلعب اربعه رد اربعه وحارس. رقصت الاربعه لعيبه. كانت اختبارات؟ ما هو لا فرقته الفرقه بتاعت نادي اسكو الاساسيه. بيلعبوا اربعه رد اربعه وجول. أيوة. فانا واقف جول مجموعه كده بيلعبوا. فخدت الكره قصت الاربعه التانيين وجبت جول. وبعدين رحت قال على قميص بالدهول واخد بعضه وماشي كده على طول. الباب ما كلمكش قال لك تعالى هنا ولا الكلام ده كله؟ لا انا عايز اقوله انا لعيب كوره بس. وانت يعني حكمت عليا شكل كده ان انا ما ينفعش. يعني لو قال لك تعالى وهنأيدك في الفرقه وتلعب كنت هتوافق؟ جالي بقى بعد ما عملت كده. هو الاول اداني الصدمه بتاع اقف جول. فانا عايز ارد له. فانا لما رقصت الاربعه وجبت جول انا هو لعيب كوره مثلا، اديته القميص بتاعه وخدت بعضه ومشيت. ملعب اسكو الترابي ده جنبه الباب على طول. ايوه. فجري ورايا قال لك تعالى تعالى انت هتبقى معانا. قلت له لا مش عايز العب كوره وخدت بعضه ومشيت. ليه؟ ما انك كنت رايح عشان تختبر هناك ولا انت كنت عاوز تبان تقول له ان انا لعيب كوره كويس؟ هو حز في نفسي ان هو وقفني حارس يعني. يمكن دي كابتن مصطفى علمتني. كان اسمع، يمكن دي كانت هتبقى موهبه، هتبقى تكسر الدنيا يا كابتن. ده انا كان خش من جول لجول. اي كوره عاليه جول. المهم يا كابتن، فانا قلت اروح نادي المؤسسه العماليه. اللي في شبرا. ما انا كل الانديه اللي رحتها ما عدا النادي الاهلي اللي ما دخلش اختبار. كانوا بيقولوا لي هات الاستمارات وهات شهاده الميلاد عشان نأيدك. مستخرج. وانا اللي ما بروحش. هم عايزيني وانا اللي ما بروحش. كويس. فلما رحت المؤسسه العماليه خدت برضو الشله بتاعتي دي. طب قبل ما تروح المؤسسه العماليه انت ما رحتش انديه تاني؟ لا لا لا. خالص؟ خالص.
ولا رحت اختبرت في اي في السكه الحديد في البلاستيك؟ اختبرت في اهليه ابو زعبل واختبرت في البلاستيك وفي الترسانه وفي المقاولين. كل ده كان عايز المستخرج بتاعي. وكل واحد بيطلب منك المستخرج بالصور. انا بس المستخرج ست صور. وانت مش عايز صوره عشان اصدقاء؟ عشان زمايلي، ما ينفعش اروح لوحدي. لغايه ما رحنا المؤسسه العماليه فكان موجود الكابتن فرج ابو عبد، وده اول اكتشاف ليا عن طريق الكابتن فرج ابو عبد. نعم. ده اختبرنا كلنا، عارف ان انا من شبرا والولاد دول معايا. فلو مشاهم هتمشي معاهم؟ همشي معاهم. هو ذكي جدا، فراح واخدنا كلنا وجينا ماشيين. قال لي انت ساكن فين؟ باكج يعني كله. خدنا كلنا، خدنا على جنب. قال لي انت ساكن فين؟ قلت له في الحته الفلانيه في شبرا وكده، شبرا البلد وبتاع. قال لي طيب. وبالليل لقيته جاي لي بعد التمرين، جاي لي البيت، خبط على الشقه بتاعتي. فتحت لقيت، قال الوالد فين؟ قلت له الوالد جوه، كنا بنتعشى وبتاع. انت بقى حسيت بقى ان انت عملت جنايه. انا عملت جنايه، انا رايح من ورا الحاج هتضرب الصبح هتضرب بالليل، انا خدت الدور خلاص. قال لي ما تخافش ما تخافش. دخل اتفضل، رحب بيه والدي وكده، الله يرحمه. الله يرحمه بقى الاثنين، الله يرحمه ومحسن اليوم. كل رحيم دلوقتي الحمد لله. المهم فقال له بدر ده هيبقى لعيب كويس وصدقني ليه مستقبل. قال له كوره ايه وبتاع، احنا عايزينه يذاكر وبتاع ويطلع دكتور. قال له يا حاج الكوره هيبقى دكتور والتعليم جنب الكوره وما تقلقش، وده لعيب كويس يا عم سيبه يذاكر. قال له اسمع كلامي. المهم الكابتن فرج اقنع ابويا وخد منه، خلاه عمل المستقبل. هو مش مقتنع؟ لا خالص. والست الصور. وابتديت العب في المؤسسه العماليه. قعدت كام سنه في المؤسسه العماليه؟ حوالي شهرين. شهرين؟ شهرين. لعبت اول ماتش ودي ضد نادي اسكو. الفرقه اللي انا كنت اللي وقفت معاها. كسبونا 3-2، كان موجود الكابتن شلش الله يرحمه طبعًا. الله يرحمه طبعا، وموجود المدرب الفرقه اللي وقفني جول. جبت فيهم جونين. مؤسسه العماليه بالنسبه لاسكو يعني طبعا ضيع. طبعا درجه ثالثه، ونادي اسكو بيلعب دوري ممتاز. فكان موجود الكابتن شلش، فقال له كابتن فرج المدرب احنا عايزين الولد ده يلعب معانا يجي نادي اسكو. فقال له والله لو موافق ما عنديش مشكله. فبعتوا لي، فقلت له يا كابتن مش عايز العب في اسكو. ليه؟ قلت له الراجل ده مشاني. انت حذف نفسك قوي قوي. يعني لحد هذه انا حاسس بيك لحد دلوقتي. عزيز عليا قوي يا كابتن ان انت يعني تستقل بيا او تخش في قصه كرامه كده. اصل ده تحدي كمان. فجبت فيه جونين، والكابتن شلش قال له هنديك اربع لعيبه للمدرب. وهنديك طقم اللبس وهنديك وناخد بدر. قلت له لا يا كابتن مش هلعب معاه. قال لي ليه؟ قلت له الراجل ده وقفني جول. رحت اختبره وقفني جول. طبعا مسكوا ببعض بعد انا ما مشيت.